عايز اقول لكم مبدئيا انه واحنا بنتكلم على المناطق الجغرافيه هنلاقي جنوب الصحراء الكبرى، جنوب الصحراء الكبرى ده في افريقيا طبعا، وده في العالم كله هو الاعلى يعني في نسبه من حيث الافراد الذين يدعمون التطرف ما بين البلدان الناميه، ودول بيصلوا ل 10% من السكان، وده في الفتره من 2006 ل 2012. طيب الشرق الاوسط بقى حاجه غريبه جدا حصلت، الشرق الاوسط وشمال افريقيا كان 2% بس هم اللي بيدعموا التطرف وموافقين عليه، 2% من السكان. النسبة دي ارتفعت بسبب الآراء الداعمة للتطرف، امتى بقى؟ بعد أحداث الربيع العربي 2011 وصلت 4%. إيه علاقة التطرف بالتعليم؟ خلونا نفهم شوية حاجات. عملوا دراسة، العينة كانت 300 يعني في 355 من إجمالي العينة أتموا التعليم العالي كلهم متعلمين، ودول كان عددهم من 355 231 يعني بنسبة 69%. طيب التخصص العلمي احنا شفنا 207 افراد، لقينا 93% منهم تخصصوا في الهندسه، 38 دراسات اسلاميه، 21 تخصصوا في الطب، 12 تخصصوا في الاقتصاد، و8 في الرياضيات والعلوم، و5 زي ما احنا شايفين تخصصوا في القانون، والباقيه كانوا في تخصصات اخرى متنوعه. طيب حسب النتائج بقى اللي تضمنها احد الكتب الهامه عن مهندسين الجهاد، فبيقول لنا ان 93 خريج هندسه كان متطرف، و38 منهم بقوا قيادات في الجامعات المتطرفه بنسبه 41%. وزي ما قلت لكم الكتاب ده مهندسه الجهاد، وده عن العلاقه ما بين التعليم والتطرف. طيب ده البنك الدولي عمل دراسه عنوانها مين اللي بيدعم التطرف زي ما احنا شايفين، كانت اهم النتائج، واحد الافراد ذوي التوجهات المتطرفه واغلبهم من فئه الشباب، وبيصل ذروتها طبعا في سن 33 لكن بتنخفض لما يصل الى هذه السن، وطبعا طبيعي لما يكون في شويه نضج الناس بتعقل وبتهدى. اثنين الافراد اللي بيحملوا افكار ومعتقدات مطرفه ما بين مين؟ ما بين فئه العاطلين وهم غير المتعلمين والافراد غير المتدينين، ودي حاجه غريبه جدا هنسال النهارده عليها باذن الله، حيث لا يلعب الدين بالضروره دورا هاما في حياتهم، مش لازم المتطرف ده يكون متدين من صغره. ثلاثه وجد بقى كمان ان النساء زيهم زي الرجاله عندهم وجهات نظر مؤيده للتطرف العنيف اللي بيستهدف المدنيين. طيب خلونا نشوف بقى ايه من اهم النتائج دي بقى رقم 4، ولازم نفهمها كويس قوي، اللي احنا بنسميهم ايه بقى ايه؟ الافراد الذين على استعداد للتضحيه بحياتهم لاجل معتقداتهم على اختلافها، سواء بقى معتقدات سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه او دينيه، هم بشكل ملحوظ اكثر عرضه من غيرهم ليكونوا متطرفين في مواقفهم تجاه العنف. اخر حاجه بقى الافراد اللي هم على استعداد للمخاطره بحياتهم، اللي هم عشان يحموا المدنيين اللي هم طبعا في مقدمتهم رجال الامن ورجال القوات المسلحه، دول اقل ناس ضد فكره التطرف وضد فكره العنف، طبعا يعني دول في العالم النامي هم الاصل.